ما زلنا فيش فما جديد، كلمة لهم بعد شوية باش يكون معنا حسام العلوي وباش يكون معنا ليلى الجاسمي. ما زلنا فيش فما جديد مع علي، ومعنا بالتليفون رئيس جمعية ثقافة وتنمية سي نجم الصالحي. سي نجم، أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك، شكرا على الدعوة. نوجه تحياتي وشكري لك ولكل مستمع إذاعة شمس أفيق. أهلا وسهلا ومرحبا بك علي. أهلا نجم، صباح بس عليك. يعيشك، تفضلت علي. والله الحمد لله نجم، نحن اليوم في بوان جمعيتي ديما نحاولوا نجيبوا جمعيه من الجهات، سورتو من البلايص اللي ما نحكيوش عليهم برشا كيما سبيتلا ولا بلايص اخرين كيما كنا جبنا قبل من قبلي. وكل الفكره انه نحاولوا نعطيوا فرصه للجمعيه باش تعرف بروحها نشاطها وفيش قاعده تعمل البريود هذا. اول حاجه توضيح اولي، نجم صالحي كان رئيس جمعية ثقافة والتنمية، توا بعد ما عاد رئيس جمعية ثقافة والتنمية وليت المسؤول ريسبونسابل كوميونيكاسيون. اهلا وسهلا. جمعية ثقافة والتنمية تأسست في 6 مارس 2011، تأسست في منطقة ريفية في مدينة سبيتلا، وكان منطقة اسمها منطقة أولاد عيسى ببلدية كريع مشرق الشمس. وكانت من بين الأهداف الأساسية للجمعية هي نشر ثقافة المواطن، إدماج المرأة في الحياة العامة الجماعية، تشجيع الشباب على بعض المشاريع الخاصة، وخاصة أن المنطقة اللي انطلقنا منها هي منطقة سلاحية ممتازة بامتياز، تحقق تصنيف على المستوى الجهوي، هي ثالثة في ولاية القصيم من حيث الإنتاج السلاحي. الجمعية عدة نشاطات، انطلقت كي نحكي على نشاطاتها، اني كانت من اول النشاطات نتاعها هي تشريك المراه في الحياه العامه، وتشريكها انطلق من 2011 الانتخابات التاسيسيه في نشاط اسمه صوتي مش للبيع، ومن خلاله كانت مقاومه الرشوه الانتخابيه ودفع المراه ان تكون عندها صوت ويكون صوتها مقرر في الانتخابات. من بين النشاطات اللي خدمت عليها كذلك الجمعيه هي الانتخابات التشريعيه 2014 من خلال تكوين قيادات شبابية نسوية يكون عندها دور فاعل في الانتخابات التشريعية 2014، وتواصلت إلى حدود الانتخابات البلدية 2018 والانتخابات التشريعية 2019. ليزاكس اللي تخدم عليهم جمعية الثقافة والتنمية عندها تروازاكس برانسيبو أساس، عندنا في الإدماج الاجتماعي والاقتصادي أو لاكس ديفلوبمون، الجمعية خدمت على مرافقة الشباب في بعض المشاريع الخاصة من خلال المشروع. نجم كان نحكيو توا مثلا على البروجي اللي تعملوا فيهم كيما بروجي سمارت والهب دومبلويابيليتي اللي قاعدين تخدموا عليهم توا، وسيرتو انه البارح كان عندكم زاد لقاء مع جمعية مع ميرسي كور، حكيتوا على البروجي نتاعهم ويفز. انتوما شنو هما الحاجات اللي قاعدين تخدموا فيهم توا؟ وكان تسمع احنا من بين النشاطات اللي موجودين يعني توا الجمعية تخدم عليهم هو إدماج الشباب في الحياة الاقتصادية، إنه يعني يكون الشباب معناها عنده أفكار قابلة للتطبيق، تتطلب المرافقة والمتابعة ودعم من السلطة. فلو كنا ناخذ نشاطاتنا مع منظمة ميرسي كور كانت انطلاق في مشروع اسمه الهيب دومبلويابيليتي، ونتوجه للكليات والمعاهد العليا من خلال تكوين الشباب إنه تكون عنده فكرة في المستقبل كيفاش هو ينجم يعمل مشروع، المراحل اللي نجم يعمل فيها المشروع نتاعو، المعيقات اللي يغدو يعمل مشروع كيفاش ينجم يتجاوزها. وتوصلوا معاهم لحد التمويل نتاع المشاريع هذيا ولا جوست المرافقه الموجوده؟ احنا وصلنا لحد التمويل في مشروع اللي هو اللي تم تمويله من خلال الوكاله الامريكيه الشرق الاوسطيه الميسي، وكان المشروع اسمه شباب على درب التنميه، اللي وصلنا الى تمويل 15 شاب في ولايه قفصه، 10 في القصرين و10 في سيدي بوزيد. كان المشروع يخدم على 3 جهات، وحاليا ما زلنا معناها عندنا الصدى الايجابي وما زلنا نتابعوا فيها من تو، لان المشروع هذا تم تنفيذه في 2013. ميرسي بوكو يا نجم. يعطيك الصحة سي نجم الصالحي، المسؤول الاتصال في جمعية ثقافة والتنمية، مرحبا بك في كل وقت. دونك يا جماعة هذا كملنا توا في الجاي والمستقبل وكل شيء، وإن شاء الله ربي يوفقهم. الكلمة لهم توا. إذاعة
الكلمة ليهم. في الكلمة ليهم يا جماعة جاء شرفنا بحذانا وفرحوا به جماعة، فرحوا بيك جماعة وانت داخل بحذانا يا جماعة حسام العلوي من الائتلاف الجمعياتي للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة. أهلا وسهلا، يعيشك. مرحبا، يعيشك. عرفنا بالائتلاف متاعكم ساعة كي مش نحطوا اللي يسمعوا فينا في الصحن. حسام العلوي ناشط مجتمع مدني، ممثل على الائتلاف. هو الائتلاف هذا مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة الناشطين في مجال المجتمع المدني، واللي الهدف نتاعهم ولا الهدف العام اللي نخدموا عليه انه نعرفوا بالناس هذوما، نعرفوا بحقوق الناس هذوما، اي سيغتو باختلاف الناس هذوما وقيمتهم في المجتمع التونسي، معناتها شنو الحاجيات نتاعهم، كيفاش نتفاعلوا مع الحاجيات نتاعهم، اي سيغتو كيفاش نحترموا حقوقهم من باب انه مواطنين قبل كل شيء. والمشاكل اليوميه زاد نتاعهم. بيان سير. هذا داخل في الحاجيات. شنو اهم التحديات حسام؟ مرحبا بك معنا مره اخرى. كما نعرفوا اللي احنا اخترنا الموضوع هذايا على خاطر الاشخاص ذوي الاعاقه في تونس قد ما نحكيوا عليهم وقد ما نحكيوا وقد ما نخدموا عليهم قد ما يخدموا مشاريع، باقي يقعدوا انه النسبه نتاع الادماج نتاعهم في الاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي في المجتمع التونسي تقعد ضعيفه برشا. كي نجيو نحاولوا نفسروا علاش، معناها حسام انتم ممكن في الائتلاف عندكم فكره اكثر على الاسباب اللي تخلي الدوله التونسيه ماهيش قاعده تتحمل في مسؤوليتها عديد الاتفاقات الدوليه اللي مصادقه عليها الدوله التونسيه، القوانين التونسيه تحمي الاشخاص ذوي الاعاقه وتعطيهم في القانون. في القانون صحيح، في القانون على مستوى الممارسه شنو المشكله اللي قاعده صايره؟ يعني علاش اليوم شخص اللي هو عنده الاعاقه ما ينجمش، ما عنده ليميت حتى فرصه، خاصه انواع معينه نتاع الاعاقه ما عنده حتى فرصه نتاع ادماج اقتصادي والا اجتماعي. والله مشكور على السؤال. هو اذا كان باش نفصل المشكل بالضبط فما جوانب معينه نجم نخدموا عليهم. اول جانب عندنا الجانب مهم ياسر هو جانب الاحصاء، معناتها الاحصائيات الموجوده تخلينا نحكيوا على 3.5 و3% من نسبه الاشخاص ذوي الاعاقه في المجتمع التونسي. هذا يتضارب تماما مع الاحصائيات اللي تعطيها المنظمه، منظمه الصحه العالميه، اللي تحكي على اونتر مع بين 12 و15%. معناها ديجا فما تضارب يعني في الارقام. وانت تعرف في كل استراتيجيه سواء باش تعمل تخدم على مجال سياسي ولا اقتصادي ولا اجتماعي، اول حاجه باش تبني عليها هي الاحصائيات والاعداد المتوفره. انا مش باش نخدم ميزانيه على 3% كيف باش نخدم معناتها، ولا مش ميزانيه معناتها استراتيجيه على 3% موجهه للاشخاص ذوي الاعاقه، مش هي نفس على 12% و13% من الشعب التونسي. والله مش في كل شيء، سامحني لهنا، خاطرك مثلا كان باش نحكيو على البنيه التحتيه ولا على النقل، معناها تقعد ديما نفس المشكله. لا هذا على الاقل انا شو قلت جوانب مختلفه. من الجانب اللي عملنا برشا مشاكل حتى في اللونسمون دو بروجي، اذا كان باش نعملوا مشاريع ولا باش نخدموا مع منظمات ولا باش ندخلوا في شراكه مع الجمعيات الفاعله في المجتمع المدني، يبقى ديما المشكل الاساسي هو الاحصائيات الموجوده. هذا المشكل الاول اللي نلقاوه، خاصة حسام انه معناها مثلا ناخذوا اكزامبل اخر باش العباد تفهم، راه مش كيما نقولوا 30% مثلا نسبة بطالة في الجهة الفلانية، كيما نقولوا في نفس الجهة في معتمدية فما 80% نسبة بطالة، معناها حتى كان باش تعطيني الاحصائيات راه يلزمك تعطيهم لي فوالا التنصيص على النوع الاجتماعي، على الكاتيجوري سوسيال، على المكان بالضبط، على نوع الاعاقة اتسيتيرا. باش نعطيك اكزامبل، معناتها في الانتخابات كي تعدينا الانتخابات مثلا كده، معناتها كنا في فترة انتخابية، الاشكال اللي كان موجود هو نفسه يتعاود من 2011 و2014، رغم انه فما خدمه كبيره على معناتها اليات الاتاحه والولوج والنفاذ للانتخابات لصندوق الاقتراع وممارسه الحق الانتخابي، بقى المشكل ديما اللي هو يتعاود نفسه اللي هو الاحصائيات الموجوده. يعني ديما ونلقوا نفس الاشكال، انه يجي مرات نلقاو معناتها من اخواننا القاسين الحركه العضويه نلقاهم في البريمير ايتاج مثلا يعملوا في الفوت نتاعهم، اللي وعلاش يقول لك ما عنديش احصائيات تخليني نعرف اللي هاك السونتر دو فوت هذاك فيه معناتها شخص ذوي اعاقه ولا الاخوان الصم زاد كيف، حتى لو كان توفر عملنا ديزافيش احنا فيهم لغه الاشاره، لكن ما نعرفوش بالضبط وين نجموا نلقاو الاصم هذاك فانا بيرو وفانا سونتر. يعني المشكل الاول هو الاحصائيات. المشكل الثاني اللي نلقاوه اللي هو تعريف الاشخاص ذوي الاعاقه في حد ذاته. مازلنا هنا في تونس فما اختلاف كبير في المصطلحات، معناتها لحد الان المصطلح الدارج والمعمول به انه ذوي احتياجات خصوصيه. وهذا نلقاه حتى وتوا، حتى فما تسميه جديده تو ذوي الهمم، معناتها اللي مازال خرج جديد. هذا كله لا، لانه المصطلح الاساسي اللي هو المصطلح القانوني اللي فيه بعد حقوقي بالاساس اللي هما الاشخاص ذوي الاعاقه. علاش؟ ذوي الاحتياجات الخصوصيه كل انسان عنده احتياج خاص بالضبط، يستعملوا لوقت معين وفي ظرفيه معينه. الاحتياج هذاك اذا كان وفات الحاجه نتاعو
سيء ما عادش انا في احتياج خاص كما ديما نستجهد منه انسان يستعمل معناتها النظاره باش تساعدوا على القراءه. بالضبط ساكن الكتاب سيء ناحي النظاره يخرج على روح. الاعاقه ليه مش هكاك، الاعاقه هي موجوده مع الشخص في حد ذاته، وبالعكس هي توحينا هنا لحاجه مهمه ياسر ومبدا من مبادئ الاتفاقيه الدوليه لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه لتونس بصح على سنه 2008 اللي هو مبدا احترام الاختلاف والتنوع البشري. يعني الاعاقه موجوده في التنوع البشري في حد ذاته. هنا هذا مفهوم ثاني كيفاش لازم نخدموا عليه في الاستراتيجيات نتاعنا. اذا كان نمشيو بالتصور هذا ونفهموا اللي الاعاقه هي تدخل في التنوع البشري وفي الاختلاف، كيفاش نخدموا عليها باش بالحق نحكيوا على مجتمع تونسي يحترم الاختلافات الموجوده فيه. هذه الاولى. اثنين الاشخاص ذوي الاعاقه بالنسبه لي انا التعريف اللي نمشي له معناتها بطريقه كبيره برشا اللي هو الاعاقه والمحيط. ايش معناتها الاعاقه والمحيط؟ يعني عندنا مثلا اصم في البلاتو هذا موجود اصم، هذا محيط كامل. المحيط هذا اذا كان يكون فيه اصم، الاصم يحتاج لغه الاشاره، يكون فما مترجم لغه الاشاره، دونك المحيط يولي اكسيسيبل. المحيط اتاح الفرصه للاصم باش يعبر على افكاره بوجود اليه معينه اللي هي لغه الاشاره ومترجم لغه الاشاره. العكس تو اصم موجود في المحيط هذا في البلاتو هذا وما فماش مترجم لغه الاشاره. انت هنا حرمتك الاصم هذاك من باش يعبر على رايه كل شيء، دونك لا الاعاقه ولات موجوده. التعريف هذا يقول لك كل ما كان المحيط يحترم اختلاف الاشخاص ذوي الاعاقه كل ما الشخص ذوي الاعاقه ينجم يكون امبليكي معناتها في المجتمع وينجم يكون صاحب قراره بالحق، وقت ذاك نحكيو على مواطن فاعل. دونك فاعليه الاشخاص ذوي الاعاقه مربوطه بمدى جاهزيه المحيط، وجاهزيه المحيط مربوطه بمدى استيعابنا احنا كمجتمع تونسي في استراتيجيتنا لاختلافات الناس هذوما ولحاجياتهم حسب لي بزوان حسب كل نوع من الاعاقه حسب كل كاتيجوري. وبتدخل زيد حسين فما حاجه اخرى مدام ليلى معنا. مرحبا بها. مرحبا بك مدام ليلى. مرحبا بها مدام ليلى القاسمي، اهلا وسهلا. مرحبا بك. تدخل حاجه اخرى انه اللي ماهوش قاعدين نحكيوا عليها انه كيما معناها اون توندونس انه نقولوا الاشخاص ذوي الاعاقه ككل، معناهش قاعدين ناخذوا بعين الاعتبار دي ديمونسيون اخرين اللي هو مثلا شخص ذوي اعاقه ويعاني من هشاشه اقتصاديه، شخص ذوي اعاقه موجود في عائله اللي هي إليتري، شخص ذوي الاعاقه عايش في ريف ما عندوش حتى نفاذ. يعني ما نجموش زادا ناخذوا الاشخاص ذوي الاعاقه كانتو، يلزمنا زادا ناخذوا بعين الاعتبار الوضعيات اللي تعيش فيها العائلات نتاع الاشخاص هذيا، على خاطرها تاثر بطريقه مباشره وغير مباشره على النفاذ نتاع الاشخاص ذوي الاعاقه للي سيرفيس بوبليك. وفينال هو حق مواطن، يعني حق اي انسان انه يرجع لواحد. يعني تبقى كي يقولوا ودايغ نقولوها نقولوا عائله كي تبدا معناها مترفهين شويه ولاباس عليهم وعندهم شخص ذوي اعاقه عندهم يعطيوها بلوس دو شانس كو عائله اللي هي في وضعيه هشه ولا في عائله هشه. تصديقا لكلامك الواماس وقتها تحكي الاورجانيزاسيون مونديال سونتي وقتها تحكي على البورسنتاج هذه انتر 12 و 15 راهو في التصور نتاعها وفي التصرف والتصور اللي عملته الدخل زاد الشخص ذوي اعاقه ومدى معناتها الثقل نتاعو على العائله في حد ذاتها. علاش؟ لانه الكون نتاع الشخص ذوي اعاقه معنا طفل في وضعية اعاقة وفي العائلة نفسها وعنا طفل اخر ماهوش في وضعية اعاقة. الحاجات نتاع الطفل ماهوش في وضعية اعاقة ماهيش نفسها الطفل في وضعية اعاقة. علاش؟ هما نفس الحاجيات في مستوى عادي، لكن الطفل في وضعية اعاقة يحتاج مثلا لورتوفونيست، يحتاج للليغو، يحتاج للفيزيوثيرابيست، معناتها فما ديزانترفونسيون اخرين يحتاجهم اللي هم يمثلوا شارج كبير على العائله هذيك بارابورد طفل الاخر. وساعات العائله بيضا تحتاج الفورماسيون كيفاش تتعامل مع الطفل. اسكو العائله هنا عندها القابليه باش تاخذ هالشارج هذا الكل؟ هذه الاولى. اثنين مالوريزمون حتى في نسبه الفقر في تونس مش صدف انه نسبه الفقر في تونس تربطت بالعائلات اللي عندهم الاشخاص ذوي الاعاقه، عندهم اطفال في وضعيه اعاقه. يعني عندنا وضعيه الاعاقه والمصطلحات اللي نستعملوا فيها ومدى معناتها تاهيل المحيط لاستيعاب الاشخاص ذوي الاعاقه في حد ذاتهم كما كنت مفسر. اثنين عندنا العائلات في وضعيه اعاقه معناتها اولادهم في وضعيه اعاقه هما عندهم قابليه معناتها صار لهم تكوين باش يستوعبوا الاعاقه هذيك ويعرفوا يتعاملوا معاها من ماك الطفل حتى يكبر. وضعيتهم الماديه تسمح ولا؟ ثلاثه مدى تفاعل الدوله على مستوى اقتصادي اجتماعي مع الاعاقه في حد ذاتها كمصطلح وكحاجيات ومع العائله كتصور اقتصادي اجتماعي بحت، لانه مازلنا نركزوا ياسر على الاعاقه كمشكل اجتماعي. يعني لي زانترفونسيون نشوفوا له منحه
بطاقة علاج وفي الأغلب كلهم حلول وقتية أبعد من هكاك. وراو كي نعرفوا نخدموا الأشخاص الإعاقة ما عادش يولوا مشكل، هما جزء من الحل. إذا كان نعرفوا نخدموا عليهم هذاك علاش حسين بحذنا اليوم مدام ليلى بحذنا الحل بلوز فوالا بحذنا إكزامبل مع تجربة معناها تجربة مهمة بالحق معناها غاية الفيرم ثيرابوتيك نتاع سيدي ثابت بلتخ فوالا مدام ليلى باش تحكي لنا عليها أكثر شنو تخدموا بالضبط الأهداف كيفاش تخلقت وشنو خاصة الأشخاص ذوي الإحاقة اللي أنتم قاعدين تحاولوا أنتوكا أنكم تدمجوا فيهم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. نحن كي بدينا في الاول على خاطر انا فيو في الحوم بحدا سيدي ثابت اللي فما اولاد معاقين ومربوطين في ديارهم هكاكا دونك نحن او ديبار معناها مربوطين في زريبه تقصد مربوطين كالحيوانات يعني مربوطين مربوطين يدخل في بيان سور على خاطر اولادهم يخرجوا من الدار يخافوا منهم يخافوا عليهم معناتها سي ما عندهمش على الاخر ونحن كلهم عائلات معوزه الاولاد صف 3 على 72 دونك الاولاد هذوما كان عندهم معناتها اون بلوس بالنسبه لوالديهم سي سي دي زانفون كي سون جامي رونتابل دونك ما ينجموش يقوموا بهم من بعد ما ينجموش معناها قاعدوا ديما يشوفوا فيهم هذا وكاهو فوالا دونك فما يا في دي زانفون اللي ولديهم ما ياكلوهمش مثلا على خاطر سي با غراف سي با غراف دونك نحن في الاول بدينا على اساس نحن كنا نحبوا على بقعة ان اسباس يتنفسوا فيها الاولاد اون لي برين ان شارج جوست بور ان بيانيتر او ديبار ومن بعد بيان سور طورنا في ساعه في ساعه الاولاد بون بيانيتر ولاو تعلموا الاوتونومي نتاعهم ولاو ياكلوا ولاو يضحكوا ولاو ينضافوا ولاو يفهموا واش نعملوا بهم فورماسيون بروفيسيونيل خاطر انتم مدام ليلى تاخذوا نوع معين نتاع هانديكاب مونتال هانديكاب مونتال مونتال سكي لو بلو فوالا مونتال اي سوفون اكومباني دو موتور معناتها مي سورتو مونتال ومونتال نحن اكثر كي تشوف اكثر الخدمه اللي تعمل هي سي بور موتور هاو الاكسيسيبيليتي هاو العمل مونتال صعيب ياسر دونك خديناهم بدينا مش نعملوا لهم فورماسيون بروفيسيونيل وعملنا اون باراليل تحكيوا عليها من قبل كا غيدونس بارونتال دونك على خاطر مهمه برشا على خاطر يلزم في الدار يلزم الولد يقعد في داره ويلزم في الدار يلقى بلاصته ويلزم في الدار يكون عندهم لغه تشبه لغتنا بالضبط مش نحن نقول لهم حاجه مثال شو محلاكم ولا غادي يقولوا لهم مثلا حرام ان اكزامبل دونك انا في سا اون باراليل قعدنا 7 سنين نعملوا في الفورماسيون بروفيسيونيل حاولنا او بو دو 3 ans دادابتي نحن افيك نوتر ايكيب دي كوتش le programme parce que c'est un programme officiel عطاتولنا la VFA اللي هي l'agence de vulgarisation des formations agricoles في جانب التربوي هذا في جانب formation professionnelle في à part جانب التربوي مش قاعده نحكي عليه انا à partir de 16 ans خاطر vous avez parlé de بقعة في المجتمع على هكا donc et depuis توا عام ونص عملنا كونفنسيون مع وزارة التكوين المهني et l'emploi ووزارة الفلاحة et on vient d'avoir le programme adapté à l'handicap mental مش adapté à fait pour un seul programme j'en ai à même pas 15 jours معناتها مازال ما حكيناش عليه نتاع لي ميتي دو شوفال au fait ما عادش لا théorie ou la pratique عطيه les tâches basiques qu'il doit apprendre à faire ونحن en plus نخدمو pour l'insertion et on arrive à insérer خاطر الموديل نتاع الفيرم خاطر احنا مشينا وشفناها الفيرم بالحق اكسبيريونس طياره برشا شفت هذا اللي عندها 3 سنين تبدلت برشا الفيرم وراو العباد اللي تخدم في الفيرم معناها فما فروماج فما العباد هي بيدها سي دي بينيفيسير وهذه قوه لا فيرم ثيرابوتيك سي كو الناس اللي تخدم في وسط الفيرم هما بيدهم سي دي بيرسون فوالا نصلح لي بينيفيسير يخدموا مش يخدموا لينا لي بينيفيسيير باغ اكزومبل كان يعملوا كانوا جبن ياكلوا هما ما نبيعوش هذاك اللي قصدي طانديس كو لاخاطر باغ ايور اون نو برودوي مي سي با لي اون دي دانسيان بينيفيسيير نتاعنا اللي ولاو يخدموا عنا بشهريهم ديكلاري اي تو هذوكم سي يخدموا معناتها مي لي زوتر تو سكيلز ابرين سي دي اتيلي براتيك pour نحن on les observe je شوف شويه les ateliers شنو فيهم هكا les ateliers عندنا les ateliers عندنا par exemple les transformations des produits du terroir donc يتعلموا يعملوا معجون يتعلموا يقطروا يتعلموا هذوما حاجات dans leur milieu يراوهم
دونك سي فاسيل بور او ابري de dupliquer. On a la formation hadia, on a la formation maintenant le métier du cheval, donc il t'apprend aussi des palefreniers. On a la formation à l'horticulture. Mm-hmm. L'horticulture, ils adorent. Alors, on est sur 7 hectares. Ouais, donc, voilà. Femme à l'Oussa. On a un centre d'équithérapie qui est magnifique, qui est très grand et qui est magnifique. Donc, la ouled yatla, ouled nalkoul yatla wa l'ahsan, yamdou de la thérapie. Et, on a, et en parallèle, on a un autre atelier avec les petits animaux. Que l'ouahed a un but de thérapie qui est différent. حسب اخر الدراسات انا نذكر قريتهم معناها من جامعه التنسي من خرج 2019 انه صغار هذوما كي يتعاملوا مع الحيوانات سورتو الحيوانات الصغار يتحسنوا في ساعه وياثروا عليهم بالبيع على خاطر ديجا لو ريغار نتاع الحيوان كي يغزر لهم اي تون ريغار دينوي دو بيتيي دينوي دو يغزر ليهم كيما يغزر لينا الحيوان دابور اي اون بلوس اي سو سونت ريسبونسابل هما مسؤولين عليه على تنظيفه على ماكلته على والحنيه نتاعو يحطوه في مايا كان تي تيرمين لا سيونس بعد ما واكلوه شربوه يا اون بيريود دامور معناتها اي سي مانيفيك بور ممكن جوستومون معناها التجربه نتاع لافير ثيرابوتيك نتاع سيدي ثابت جات على خاطر فما نقص في الاجهزه نتاع الدوله وفما نقص يعني اليوم حسين بوتيتر عبد اللي هو يسمعوا فينا اليوم عائلات اللي هما عندهم اشخاص ذوي اعاقه الى اي مدى ينجموا صغارهم يدمجوهم جوستومون حتى في المدرسه التونسيه معناها شنو العوائق اللي موجوده شنو العوائق اللي موجوده باش اليوم عائله خاطر راهو التروماتيزم اللي تعيشه العائله في حد ذاتها والفرستراسيون اللي تعيشها العائله معناها تشوف واحد صغير وما نجم تعمل له حتى شيء لا تنجم تدخله يقرا لا تنجم تدخله يخدم تعرف اللي هو وفينال كاينك حكمت عليه انه ما عندوش مستقبل شنو هو المشكله اللي ما تخليش الدوله التونسيه تتحمل مسؤوليتها اونفير المواطنين هذوما التوانسه اونفير العائلات هذوما التوانسه اللي من حقهم انهم يدخلوا يقراوا صغارهم ومن حقهم انهم صغارهم يكون عندهم شانس انهم يدخلوا يخدم المشكل واضح ماناش ماخذين بجديه الموضوع هذا معناتها الاشخاص ذوي الاعاقه في تونس ماناش ماخذينهم بالجديه الكافيه اللي تتواكب مع الرقم اللي كنا نحكيوا عليه في وقت الانتخابات مش وقت حاجتنا واضح هو في وقت الانتخابات راهو نسمعوا كل شيء راهي حاجه تشبه الببليسيتي نتاع جوي هذاك معناها هو فما محاولات صارت اما المشكل كيفاش نبنيوا عليها المشكل كيفاش نكملوا هاك السويفي هذاك على المحاولات اللي صارت هما سيدي انسياتيف معاديين صاروا خلال المشكل كما قلت لك ما تنجمش تصلح اي مجال ومانيش نحكي على مجال هنا نحكي على اشخاص ذوي الاعاقه معناتها هما داخلين في المجتمع التونسي ماهوش باكسيون ولا اثنين ولا بانسياتيف تصير في موسم معين ولا في ايفينما معين لا لازم معناتها الدوله لازم التصرف يكون على مستوى التخطيط الاستراتيجي للسياسات الاقتصاديه والاجتماعيه في تونس هذه الاولى اثنين يلزمنا الاشخاص ذوي الاعاقه في حد ذاتهم هم يكونوا مرجع النظر حتى كاصحاب افكار وكاصحاب مشاريع موجودين عاملين معناتها فما اشخاص ذوي الاعاقه عاملين جمعيات ماسين جمعيات عندهم مبادرات عندهم انيشيتيف قاعدين يقوموا بها معناتها انا مازلت تو كي كنت في وركشوب يخدموا فيه مجموعه من سفراء السم شباب سم قاعدين يخدموا في دي فيديو اسمه ليديكاسيون سيفيك قاعدين يخدموا على التربيه المدنيه واليات التربيه المدنيه في اون دي ومعناتها وصلوا في معلومات نتاع اليات المشاركه والفاعله والمواطنه هذا موجود بقى شنو هي كما قلت محاولات ما فماش استراتيجيه كامله يعني ما تتمش الهيكله نتاعها ويكون معناتها اصحاب الشان هو مرجع النظر ويكون هنا حتى الاطراف من الداخل يكون ناس مختصين يسيغتو نتفاهموا في المفهوم ونتفاهموا في المصطلحات الموجوده. مادام مازال نحكيو ذوي احتياجات خصوصيه ومازال نحكيو معناتها نسميهم ناس عندهم مشاكل طبيه وديزانترفونسيون معناتها على مستوى طبي مازال الدوله التصور نتاعها اجتماعي بالاساس ومادام مازال نحسبوهم من الناقصين حاجه معناها خاطر في النهايه ديما يقول لها هو تو موجود حتى في وعندنا زاد مشكل اخر في الموروث الثقافي التونسي مازالت حتى العائلات تتعامل مع الابناء نتاعها وكانهم معناتها مرضى وناقصين حاجات هو شوف كيفاش نجموا لو بلو غراف انهم ما يتعاملوش معاهم اصلا انهم راهو يبدا عنده ولده تهزوا حتى الروضه بالخسر الروضات تهزوا تقول له جوست حطوا عندك خاطر باش نمشي نخدم هو راهو هنا نرجعوا للاساس هنا زاد السيستم ايديكاتيف في تونس زاد يلزموا تم مراجعه شامله ليه فيما يخص معناتها قبول الاشخاص ذوي الاعاقه لانه وقت نحكيو اذا كان الطفل معناتها في العائله نتاعو باجتهادات العائله خلينا نقولوا باجتهاد ما نقولوش العائله باش تلغيه وما تتعاملش معاه باجتهادات العائله ولانه انا في المجال هذا عندي قريب 12 سنه نعرف برشا حالات اللي العائله ما تقدرتش انه توصل لمستوى معين باش تفهم اختلافك الوليد هذاك مع اختلافات الاعاقه يعني مشكله حتى نتاع وعي لكن هنا
نرجع لمؤسسات الدولة، هنا نحكي على المؤسسة التربوية. كيفاش المؤسسة التربوية اللي هي المؤسسة الثانية كيفاش باش تكون دامجة وتستقطب الأكسيون هذيك؟ احنا الادماج في تونس مازال حبر على ورق، معناتها الادماج في تونس راه لا يتعدى انه نعمل كرومب معناتها في المدخل نتاع المدرسة وكاو. راه عندنا معناتها معلمين توا في تونس ما يعرفش اللي في القسم نتاعو يلزم وجود معناتها تلميذ ذو إعاقة ينجر عليه خمسة تلامذة ما هوش في وضعية إعاقة يكونوا مش موجودين في القسم. يعني إذا كان عندك 20 القسم يستوعب في لينور معناتها 20 تلميذ، إذا كان عندك زوز أطفال في وضعية إعاقة عندك 10 تلامذة يكونوا مش موجودين. ممكن حسين فما مديرين نتاع مدارس ما يقبلوش حتى باللي يعرفوا معنى أنه باش الأهالي نتاع الأولاد اللي يقراوا. صحيت الأهالي نتاع الأولاد اللي يقراوا هذا ما يحبوش يكون في القسم نتاع ولدهم واحد من هذا. هذا جانب اللي هو سنسيبيزاسيون ونخدم على المجتمع كامل بما فيهم الاهالي على مفهوم الاعاقه وكيفاش هالاشخاص ذوي الاعاقه ذا راهم عنصر ومصدر اثراء للمجتمع التونسي. هذا جانب لازم نخدموا عليه، وهنا قيمه المجتمع المدني والجمعيات اللي، وهنا نوجه رساله خاصه للجمعيات اللي الاعضاء نتاعها في معناتها اشخاص في وضعيه اعاقه هم اللي لازمين يتحركوا، والجمعيات اللي توجهها اشخاص ذوي اعاقه هم زاد ينفتحوا على الجمعيات الاخرى، ينفتحوا على المبادرات الموجوده كما في سيتي تات معناتها يمشيوا ويشوفوا. احنا عملنا حاجه امون افي تري امبورطون، الاولاد نتاع المكتب نتاع الحومه يمشيوا نجيبوهم pour qu'il fasse avec nos enfants معناها les ateliers نتاع tout ce qui est thérapie par l'art. Donc rené وشتيح وسيراميك والكل، علاش منا سوسياليزاسيون لاولادنا من شيره واحده ومن شيره اخرى هك الاولاد ناخذوهم الشارع ومن الشيره الثالثه سي سا لا سنسيبيليزاسيون بس الغزره نتاعهم باش الغزره نتاعهم سي اون بريبار اون جينيراسيون وهما كي راهو معاق ولا مش معاق كيف كيف. توا البروجي اللي كيما اللي في سيدي ثابت هذا اللي انا شخصيا نسميه بروجي نموذجي، هو من اللي بدا معناها نموذجي ما نجموش نلقاو حتى نعملوا كوبي كولي، نعملوا نفس البروجي في بلاصه اخرى في تونس في القروان في قفصه معناها حاجه. مش نقول لك انا برشا قالوا لي حتى من الوزاره ومن الهيئة انا نقول لهم مرحبا نحن اون بو با سو ديبلاسي اون بو با فير حاجتين خاطر ديجا نخدموا 40 ساعه في الجمعه كل واحده منا، اما نقبلوا اللي مش حاب يعمل مشروع يجيو يعملوا عندنا دي ستاج 3 شهور 6 شهور يقعدوا معانا يعيشوا معانا من بعد يوليو يضر لك يقعدوا حتى تبعهم التومه زاد شويه معناتها على خاطر نحن فريمون خدمه برشا فوالا. ممكن الاكزامبل اللي هو ينجموا اون سانسبير بيه هما اللي هما لي سونتر ديكوت نتاع لي فام فيكتيم دو فيولونس، معناها اي جمعيه تحب تحل سونتر كيما لافير ثيرابوتيك والا كيما تمشي تعمل ان ستاج للعباد اللي يقعدوا عندنا حتى اللي يقولوا سي تعلمنا حتى اللي يمتريزيو وكيفاش تصير وكيفاش تتكون لافير باش ينجموا ديبليكي وخاطر هما بيدهم غايه فما كاباسيتي جيستيون ما همش ينجموا يكبروا قد ما معناها على قد ما ساعات ما نحبوش نكبروا سي احنا اون فا فيغ ليكسيلونس با فيغ لا كونتيتي بالضبط. ان شاء الله نشوفوا حاجات اخرين كامله في سيدي ثابت ان شاء الله. سمعني حتى كان خاصيت عليك مثلا احنا من اللي حاجات اللي خدمنا عليهم وقاعدين نطالبوا بهم انه قاعدين نعملوا ديزاكتيفيتي في المدارس خاصه مع الصغيرات انه على لغه الاشاره مثلا احنا نعرفوا قيمه لغه الجسد وخاصه قرب الطفل للغه هذيك. قلنا علاش ليه نبداو نحكيوا على لغه الجسد في المشمول في المفهوم العام ومن بعد لغه الاشاره مع الاطفال في المدارس. هنا نخلوك صغيراتنا يفهموا اختلاف الناس الاخرى، اختلاف الطفل الاصم، اختلاف الطفل الكفيف وطريقه التعبير نتاعو ولا اليه القراءه اللي استعملها اللي هي البرايل، اختلاف الطفل اللي على الكرسي متحرك. هذا ما كلهم باش نبداو محاولات وقت ندخل المدرسة ونخدموا عليهم. اثنين راهو السيستم ايديكاتيف في حد ذاته والمراجع الموجودة من منظور بيداغوجي لازمها تكون بيان ادابتي للي بيزوان تاع لي بيرسون هانديكابي، وما حبش نقول لي بيزوان مي اختلافاتهم في حد ذاته راهو يفيدنا برشا. الفيجواليزاسيون نحكيو عليها تو مثلا احنا عصر الصوره وقيمه الصوره تو مادلات موجوده في البيداغوجيا تو في التدريس راهو لازم نفهم الصوره راهي مهمه ياسر للاصم والاطفال التواحد ولا حتى اللي عندهم قصور ذهني مهم ياسر الصوره. هو لقينا حل، يعني انت تخدم هنا على اعاقه نتاع ناس ولا بزوا نتاع حاجه نتاع ناس معينه في نفس الوقت تثري بها تلمذتنا اللي ماهوش في وضعيه اعاقه. هذا التصور لازم نشوفوا. احنا باغ اكزومبل اولاد نتاع المكاتب برشا يجيونا لي بريفي الاس الاس لي بريفي يجيونا عام كامل وعندهم هما يحضروا نيميرو دو شتيح لاولادنا، اولادنا يستقبلوهم يحضروا لهم حاجه، مي اوكور دو لاني يعملوا دي تورنوا سبورتيف
سوكي اكستراوردينير على خاطر اولادنا يجيو يلعبوا وعندنا ان جورني باران سابيل سبور بور توس يلموهم الكل ويعملوا دي تورنوا في كل لي تروك دو سبور. مالوغوزمون الوقت صاي. يعطيك الصحه علي بزويده نور الكعبي, يعطيك الصحه مدام ليلى قاسمي, مرحبا بك, ويعطيك الصحه حسام العلوي, مرحبا بك ويعطيكم الصحه. كانت هذه بوان جمعيتي يا جماعه, الاخبار على راس كل ساعه مع رفيق دريدي. راجع انا وهبي الوعر في سياستان بعد شوي.